بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور محمد نجم، مدرس جراحة عامة ومناظير. هنتكلم النهاردة على موضوع الكانسر استومك. أول حاجة عايزين نعرف الأسباب بتاعته. عندنا بري كانسرس كونديشن وبري ديسبوزنج فاكتور. بري ديسبوزنج فاكتور عندنا بنقول إن هو أكتر أماكن اللي بيبقى في الأوروبان أريز وكومن في الجابانيز. في بعض الأكل برضو اللي بيأثر في الموضوع دوت زي الكارسينوجينيك هيدروكربون الموجود في السموك ديفيت والفيش والتوباكو. وفي جزء وراثي، معظم مور انديفيدوال وذ بوزيتيف فاميلي هيستوري وذوس اوف ذا بلاد جروب اي. عندنا في البري كانسرس كونديشن في 3 اي و 3 بي. ال 3 اي عندنا الاتروفيك جاسترايتس والاكلوروهيدرا والادينوماتوس بوليب، 3 بي برينيشيس انيميا والبيبتيك السر وبوست جاستريكتومي وبوست فاجوتومي. نتكلم على الباثولوجي، هنتكلم على السايت وهنتكلم على الميكروسكوبك والميكروسكوبك بيكتشر. عندنا السايت اكتر مكان بيبقى في البايلورس في 65% من الحالات، يجي بعده البادي في 25% والفندس وديفيوز هما الاثنين 5%. الميكروسكوبك اول حاجه عندنا انتستينال جاستريك كانسر في 80% من الحالات، ده بيبقى بيحصل على توب اوف انتستينال ميتابليزيا في الجاستريك ميكوزا، بيبقى اكتر في الفندس والبادي اوف ذا الاستومك. بياخد one of the following two forms، اما fungating او bulboidal mass في 40% من الحالات، والسيف او malignant ulcer في 40% برضو، ده الموست malignant more in the bilorus. لكن الفانجيتنج عندنا ممكن يبقى موجود في البادي وممكن يبقى موجود في الفندس. الديفيوز جاستريك كانسر ده الانفلتريتف تايب في 20% من الحالات، ده بيبقى اكتر مكان بيبقى موجود في البايلورس. انفلتريت الوول بتاع الاستومك وزود فورمينج كونسيدرابل ماسز اكستند تو ذا انفلوب ذا اول بارتس اوف ذا الاستومك وذ ديفيوز فايبروزس كونفرتنج انتو ذا نارو تيوب لاينيتس بلاستيكا اور ذا ليزر بوتل استومك. مايكروسكوبيك ادينوكارسينوما في 95% او سكوما سيل كارسينوما. ادينوكارسينوما دوت موجود عندنا كولامنر سيل ادينوكارسينوما وسفرويد سيل ادينوكارسينوما والميكويد او الكولويد. الكولامنر سيل دي ارنجد ان ذا اسينايل خلايا عندنا، السفرويدال سيل بتبقى راوند سيل والزالوس اوف ذا اسينار باترن، والميكويد كارسينوما انكريس سيكريتنج باور اوف ذا سيل، يحصل ديستنشن للسيل وذ الميوكس، يضغطوا على النيوكلاس تو ذا وان سايد جيفينج ذا ساينت رينج ابييرنس. سكوما سيل كارسينوما بسبب سبريد اوف ذا اسوفجيال كارسينوما للكارديا. عندنا السبريد بتاع الكانسر استومك ممكن يبقى دايركت او لمفاتيك او بلاد او ترانس بروتينيل. عندنا الدايركت لاما انترنسيك لاما اكسترنسيك. انترنسيك بيبقى 5 سنتيمتر بيوند ذا بالبابل ايدج، اكسترنسيك للليفر والبانكرياس وترانسفيرس كولون والسبلين والدايفرام. الليمفاتيك سبريد ده الموست امبورتنت لاما بالامبولايزيشن لاما البرميشن. البلاد سبريد يوجوالي للليفر رير لللانج اند البون. ترانس بروتينيال التيومر ريتشنج السيروزا والماليجنانت سيل ديتاتش اند ار امبلانتد في الاومنتوم والبروتينيوم وابدومنال اورجان، يعمل لنا ماليجنانت نديول واسايتس ويدينا جيف رايز تو ذا كريكنبرج تيومرز في الفيميل. اول حاجه عايزين نعرف الاسباب بتاعته. عندنا بري كانسرس كونديشن وبري ديسبوزنج فاكتور. بري ديسبوزنج فاكتور عندنا بنقول ان هو اكتر اماكن اللي بيبقى في الاوروبان اريز وكومن في الجابانيز. في بعض الاكل برضو اللي بيأثر في الموضوع دوت زي الكارسينوجينيك هيدروكربون الموجود في السموك ديفيت. كلينيكال بيكتشر اول حاجه عندنا في عندنا 3 جروبس. اول حاجه الديسبست جروبس ده الكوميرس العيان بيجي، وعشان احنا محتاجين ان احنا نفرقها بين الديسبيبسيا بتاعه البيبتيك السر، بنلاقي ان الديسبيبسيا هنا بتبقى شورت ديوريشن والبين بيبقى كونتينوس مع ليتر ريليشن للميل وريفيزبل فوميتنج اور دراج. الفوميتنج عندنا بيبقى spontaneous vomiting و loss of the appetite especially to meat. الانسيدوس جروب فيج سيمتومز 3A انيميا وانوركسيا واسينيا. اوبستراكتيف جروب بيشنت مي بريزنت وذ سيمتومز اوف ذا اسوفجيال اور ذا بايلوريك اوبستراكشن. الليتنت اور سايلنت جروب ده المرحله ديت ان العيان الديزيز بيفضل سايلنت لغايه ما بيجي العيان متاخر بديستنت ميتاستز، تلاقي في جوندس او ليفر ميتاستز في انلارجد فيركاو جلاند وميجريتنج ثرومبوفلابيتس سوبرفيشال ليج فين ومالجنانت اسايتس اند كريكنبرج تيومرز. الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل يحصل بليدنج، يحصل بورفوريشن، ممكن تبقى الفيرست بريزنتيشن للعيان. هنعمل له انفستيجيشن ايه؟ عندنا حاجات في المعمل وحاجات راديولوجي. عندنا نعمل له اكروت بلاد في الاستول مع الانيميا ونعمل له جاستريك فانكشن تيست. الراديولوجي عندنا بنعمل باريام ميل اور ذا دبل كونتراست ميل، هنلاقي لو فانجيتنج تيومر هيبقى في الريجولار فيلينج ديفكت يوجوالي ان ذا بادي اند الفندس. فاندل تيومر يحتاج اكزامينشن تريدنبرج بوزيشن.
ألسر تيومرز، في عندنا لارج ألسر نيش أو سايز ألسر بيرينج أريا عند شوكر من منسك الصين، انفلتريتيف تيومر شو الريجولار ناروينج اوف ذا بايلوريك كانال ويز مينيمال بروكسيمال دايليتيشن في اللاينيتس بريستيكا شو ذا ريجيد تيوب. جاستروسكوب ديتكشن للسايت والاكستنت وناخد منه بايوبسي كمان. الاي يو اس ادفانتج اوف ذا ديتكتنج ذا ديجري اوف ذا انفلتريشن للول، ونعمل طبعا السي اي اي وانفستيجيشن عشان ديتكت الميتاستاز زي السي تي والام ار اي والابدومينال الترا ساوند. الان ده بنعمل له ديفرنشال دايجنوز مع كل الاسباب بتاعه الديسبيبسيا سبيشال البيبتيك ألسر. هيتعالج عندنا في اوبرابل كيس وان اوبرابل كيس. الاوبراتيف مبدئيا احنا بنعمل بري اوبراتيف فيبريشن العيان، نعمل له حسن له الجنرال كونديشن وندي له تي بي ان. الرولز عندنا في العمليات كلها ان احنا بنعمل ديستال كات بيبقى بيون ذا بري بايلوريك فين اوف ذا مايو، وبروكسيمال كات شو 3 انش اباف ذا بالبابل ايدج اوف ذا تيومر. هنعمل اول حاجه راديكال ريسكشن على حسب السايت. الكارسينوما دي لو في البايلورس او الانترم هنعمل راديكال سب توتال جاستريكتومي، الهدف منه ان احنا ريموف اباوت 85% من الاستومك والليسر والجريتر اومنتوم سبلين والتيل اوف ذا بانكرياس وفيرست انش اوف ذا ديودينم، ونعمل انستوموز باي ذا بايلورس تو جاستروجينوستومي. كارسينوما اوف ذا بودي اند ديفيوز كارسينوما بنعمل راديكال توتال جاستريكتومي removal of the whole stomach together with the same structure removed in the radical subtotal gastrectomy، بنعمل anastomosis esophageal jejunostomy vaginal lobe interposition. carcinoma of the fundus and the cardia نعمل esophageal gastrectomy، الهدف منها ان احنا remove the lower esophagus in addition anastomosis by the row and y esophageal jejunostomy. الoperable case عندنا في كريتيريا اوف زين ابروبيلتي سيرجري هو ريسكتبل ولا اير ريسكتبل. لو هو ريسكتبل بنعمل بالياتيف توتال او سب توتال جاستريكتومي عشان نافويد الكومبليكيشن. الريسكتبل انتيريور جاستروجينوستومي او ممكن نعمل ديفاينز اكسكلوجن جاستروجينوستومي. طبعا ممكن ياخد بقى كيمو سيرابي او راديو سيرابي. البروجنوز بتاعه العيان ده بتبقى فيري باد لانه بيجي بليد بريزنتيشن ويرلي ليمفاتيك سبريد.